نحن اليوم نعيش عرصا وطنيا بامتياز، حيث تم بحمد الله عز وجل نجاح زراعة قرنيتين جديدتين متبرع بهما من ذوي الشهيد وسيم عزام الذي استشهد الأيام الماضية. بحمد الله عز وجل الزراعة نجحت لشابين حرموا من نعمة الإبصار سنوات طويلة، اليوم بحمد الله عز وجل يعاد إليهم الأمل بالإبصار من جديد من خلال التبرع من الشهيد وسيم عزام الذي نبرق لذويه التحية والتقدير والرحمة للشهيد وسيم عزام. هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الصحة في أغسطس الماضي وهو البرنامج الوطني لزراعة القرنيات، بحمد الله عز وجل تم زراعة 3 قرنيات حتى هذه اللحظة، وفي هذه الأثناء أيضا يقوم الفريق الطبي باستخراج قرنيات من متوفي جديد في مجمع الشفاء الطبي، تبرع ذووه بالقرنيات وبإذن الله عز وجل سيتم زراعتهما لمريضين جديدين في قطاع غزة خلال الأيام القادمة. كلما زادت التبرعات من خلال المتوفين في قطاع غزة وكلما زادت الثقافة بالتبرع بالأعضاء في قطاع غزة، سنكون بإذن الله عز وجل قادرين لإعادة الأمل من جديد لأكثر من 300 مواطن يعيشون حرمان للإبصار في القطاع سنويا، وبالتالي هذا البرنامج يعيد لهم الأمل من جديد. كل الشكر والتقدير لذوي الشهيد، كل الرحمة والمغفرة للشهيد وسيم عزام. بحمد الله عز وجل هذا المشهد الذي رأيناه اليوم هو سلسلة ممتدة من النجاحات التي تقوم بها وزارة الصحة في زراعة الأعضاء. كان هناك زراعة للكلى في قطاع غزة، وبحمد الله عز وجل أصبحت هذه الزراعة مستمرة في مجمع الشفاء الطبي، واليوم نشهد سلسلة من زراعة القرنيات في قطاع غزة، وبحمد الله عز وجل تم توطين أيضا زراعة القوقعات في قطاع غزة، وحققنا نجاحات كبيرة خلال هذه الفترة، وبحمد الله عز وجل تشهد الطواقم الطبية مزيد من التطور في تأدية واجبها الأخلاقي والوظيفي والمهني مع أبناء شعبها. هناك تطور ملموس يشهده المواطن في الخدمات الصحية في كافة المجالات المتعلقة بتقديم الخدمة الصحية في قطاع غزة رغم الحصار ورغم الاحتلال.